بيطمي عشان ايه تتغذى. احنا النهارده في حمله بذور بلدي، هم كذا مؤسسه مع بعض مشاركين. احنا النهارده اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نبتدي نتكلم على فكره بذور بلدي بدل بذور من بره، مصريه بلديه، وبنحاول ان احنا نشجع فكره ان الميادين العامه والمناطق اللي موجوده في مصر ليه لا ما تكونش بتطرح اكل، بدل ما احنا ماشي شكلها حلو وكل حاجة، بس لو عندنا مشكلة ان الناس فقيرة وما فيش اكل كافي وغذاء مش امن وهكذا. يعني بابسط حاجة احنا اللي احنا بنعمله النهاردة في الحملة بتاعتنا ان احنا عملنا الكور دي، دي كور اسمها كور بذور. الفكرة منها ان هي كور منها فيها يعني مكتفية ذاتها، فيها كومبوست، فيها طمي، وفيها البذور البلدي مش متعالجة وما فيهاش كيماوي، وبتتكور وبتتنشف في الشمس وبعد كده بتترمي في حتت عارفين ان هيجي فيها مية بس. واحنا بنبدأ بفكرة ان احنا عايزين نبدأ حوار، نتكلم شوية على يعني ان احنا نبقى مصريين. يعني في عندنا مشاكل كتيرة في مصر، بس في من اكبر المشاكل اللي بنعاني منها هي مشاكل متعلقة بالزراعة. حملة بذور بلدي بتهدف ان تنتزع حق لكل بني آدم على أرض مصر ان يوصل له غذاء يضمن له حياة صحية وكرامته الإنسانية. احنا هنا عشان نناهض الاحتكار الشركات العالمية الأجنبية للزراعة في مصر ودائرة الزراعة في العالم كله. احنا دلوقتي عندنا 50% من البذور اللي بتنتج حوالين العالم بينتجها بس 10 شركات، 10 شركات بتتحكم بنص أكل الدنيا دي كلها. ده خطر على سيادتنا الوطنية وعلى سيادتنا الغذائية وعلى مستقبلنا. احنا لازم نكون دولة مستقلة قوية قادرة انها توفر الغذاء الكافي لجميع المواطنين اللي فيها. احنا عايزين نحارب دخول البذور المعدلة وراثيا اللي أثرها على الصحة غير معروف وغير مضمون، اللي أثرها على البيئة كارثي، اللي أثرها على الفلاح المصري رهيب. احنا لازم نرجع لأصلنا، نرجع لجذورنا ونشوف ازاي نحمي الفلاح المصري والبيئة المصرية وصحة كل بني آدم مصري.